رجعناكم أصدقائنا المشاهدين مباشرة على الهواء. المحطة هلأ مع مايك فغالي، تابعونا وحضروا تليفوناتكم. مايك صباح الخير وأهلا وسهلا فيك، شكرا لوجودك معنا. يا أهلا، دايما في لوك جديد، دايما في شيء هيك، في تساؤلات بيطرح بوان دانتيروغاسيون، ليه لبس هيك، ليه عامل هيك، ليه اللوك اليوم هيك، ليه الألوان؟ هلا من ناحيه اللوك والالوان ميزو ميخائيل، انا ما خصني، هن بلبسوني. يا برتاح للقطعه بطلع فيها، يا انه ما برتاح فيها وبحبط. اليوم مش محبط، لا ابدا، اليوم مرتاح فيها. ان شاء الله دائما. مايك، نحن بدنا نذكر كل اصدقائنا المشاهدين تتواصلوا معنا على الرقم يلي بعد شوي رح يقطع قدامكم على الشاشه، فيكم تتصلوا مباشره ليسمع مايك اصواتكم ويتوقع لكم حسب الصوت. انا قبل ما بلش اتلقى الاتصالات مايك، يعني لفتتني خبريه، وهي طبعا محسنه، اصابه السوريه الاولى اسماء الاسد بمرض السرطان، الله يبعده عن الجميع. ولكن دغري عملت اللينك بين اللي سمعته وبين اللي قلته حضرتك بليله راس السنه، قلت انه اسماء الاسد اسم رح يلمع بالصحافه وعسى أن يكون خيرا. خيرا دائما لما أقول كلمة عسى أن يكون خيرا، ما أنت في شيء خطر بمرحلة معينة. إيه، كانت حسابات هيك بتقول أنه تمرق بمرحلة شوي صعبة، وأكيد العذراء معها وبتنجيها بإذن الله. إن شاء الله يا رب، وتنجي الجميع، جميع المصابين بهالمرض. نبدأ بتلقي الاتصالات مايك. ألو. ألو، موجور؟ بونجور، مين معنا؟ مدام نادية. أهلا مدام نادية، تفضلي، مايك معك. صباح الخير أستاذ مايك. صباح النور. بدي أسألك سؤالين بس. في عندي خيي إذا لحظة، لو سمحتي، أول شيء بدنا نخفف صوت التي في على الآخر، إيه؟ اسمعينا من أباري التليفون، واحكي شوي لو سمحتي ليقدر يسمعك مظبوط مايك، أوكي؟ يلا تفضلي. بدي أسألك على إقامة خيي إذا بياخذها. على وبدي اسالك الاقامه. وبدي اسالك، انا عندي ايجار وثيقه، يعني اذا بينباع معه بيستفيد ولا لا؟ سيدتي، اللي فهمته انه عم تساليني عن اقامه. ثاني شو كمان؟ بس عروق، اعملي معروف اذا بتحكي تقدر استوعبك. في انا وثيقه على عقار. يعني هي وصيه على عقار. نعم. بتستفيد منه، بينباع وبتستفيد منه ولا لا؟ حضرتك وصية على عقار إذا بينباع وبتستفيد منه ولا لا؟ في لك إفادة، في لك إفادة، ولكن البيع متأخر جدا. من ناحية الإقامة نعم، بتتم الأمور على خير وسلامة وما فيها أي نوع من الخطر، بغضون أشهر قليلة بتكون الأمور جيدة، ولكن من ناحية العقار الأمور بتمد للعام المقبل. شكرا لاتصالك مدام. طبعا نحن بانتظار كل اتصالاتكم من وين ما كنتوا عم تتابعونا، من لبنان ومن كل بلدان العالم. لا تتواصلوا معنا على الارقام يلي عم تقطع قدامكم على الشاشه وتحكوا مباشره مع مايك. بدي ارجع لقصه اسماء الاسد. يعني ليش هيدا الاسم بالتحديد طرق على باله لمايك وحكي عنه، ما حكي عن اسماء اخرى ربما يمكن معروفه بعد اكثر على المستوى العربي؟ ليك يمكن لانه في معزلة لها، في احترام للشيء اللي عم تقدم عليه، للمساعدات اللي عم تقدمها لشعبها. هم هدول اشياء ما حدا بيعرفهم غير الاشخاص اللي بروحوا على سوريا وبيجوا. مثلا كمان حكيت انه نوع تفجير غريب متلاحق، اتمنى من العالم اذا طلع انفجار ما يتحوكموا بمنطقه كانت خاليه من هذه الامور في الحرب السوريه. شفنا السويدة شو صار. عدة أمور بنحكي، عدة أمور، بس هيدا الأمر إنه حتى بالإعلام السوري سألوا إنه شو قصدك فيها هاي الكلمة؟ كانوا كل شيء بوقته ضمن هذا العام ببين. واللي عم نقشعه هلا، إذا بتلاحظوا كمان توقعات راس السنة ب 31/12، كنا عم نحكي إنه تموز آب أيلول من أصعب الأشهر على العالم. عم نشوف هلا الولايات المتحدة شو عم بيصير، عم نشوف السعودية وكندا شو عم بيصير، روسيا وأمريكا شو رح يصير بعد أسبوعين. الأمور تتفاقم كثيرا. نعم،
نحن رح نتابع مايك اتصالات مع أصدقائنا المشاهدين ومنتابع حديثنا كمان بين كل اتصال واتصال. ألو. ألو بونجور. بونجور يا هلا. كيفك صحة؟ الحمد لله. مين معنا؟ بدي أحكي مع مايك. أكيد. مين معنا؟ مدام حلو. مدام حلو تفضلي، مايك معك. صباح الخير. صباح النور. كيفك أستاذ مايك؟ نشكر الرب. الله يخليك. بدي أسألك شغلة عن أولادي، في شوية مشاكل بين شاب وبنتين، بدي أعرف شو القصة وفي حل ولا ما في حل. هلا شو القصة ما فيني أحكيك إياها على الهوى، ولكن صاحب كل حق رح ياخد حقه. أهم شيء أنت خليكي بخط الوسط، قربي وجهات النظر. المفروض بنهاية شهر 10 مطلع شهر 11 ترجع الأمور لطبيعتها، بس تأكدي أنه في نساء فايتين بالموضوع. الموضوع منه بنتين وشاب، في حدا تاني فايت بالموضوع هو خالق الخلاف. شكرا لاتصالك مدام. بدي اتمنى عليكم اصدقائنا بس تحكونا بليز، خفوا على الاخر صوت التي في واسمعونا من اباري التليفون وعلى الهدى حكوا ليقدر مايك يسمع صوتكم بطريقه صحيحه. مايك، يعني انا بدي ارجع للصور يلي بتوصل لك او للاحساس يلي بتحس فيه لتحكي او لشيء لمنسميه كلنا توقعات، كلنا بنسمي هالشيء توقعات. هل هو حدس؟ هل هو احساس؟ هل هي صوره بتوصل لمايك؟ برجع بكرر، الصورة يلي شفتها عن اسم معين، ليه هيدا الاسم مش سواها؟ ليه لما بدك تحكي عن شخصية معينة ليه هيدي الشخصية مش سواها؟ هل هو مجرد إحساس قد يترجم بصورة؟ لا، بس ما حسب المعد أو مقدم البرنامج شو بيسأل. مثلا سئلت بإحدى الحلقات بالأو تي في عن الفنانة العظيمة اللي بتمنى لها الشفاء من كل قلبي إليسا، لهم مرحلة مرضية كتير خطرة ولكن أقوى هي. شفنا بتفاجأ الكل هلأ بهيدا الموضوع. حسب الشخص عن مين بيسأل منجاوب، ما قلنا حق نحن نقتحم. إذا أنا بدي أجي أحكي عن العالم هيك من تلقاء نفسي أحاسب، ولكن هون بصير الحساب أقل، بصير أنه سئلت هيدا السؤال وأنا جاوبت عليه. تبعت في شي فناني هلأ أو فنان تحت دائرة ايه. الخطر؟ ايه ايه. مثل مية؟ في فنانة كتير مهمة على صعيد لبنان بدي تفاجئوا العالم بخبر مرض لإلها. في عنا حداد فني بلبنان، في حداد فني، وفي سوريا أيضا في حداد فني. في أمور تمت بصلة للإعلام، مفاجأة كبرى ممكن تصدم من عشاء أحد الإعلاميين، بدهم ينصدموا بشيء، يمكن اعتزاله قبل ما يبلش مرحلة جديدة. في مرحلة صعبة بده يمرق فيها الإعلام والفن على صعيد لبنان والأردن وسوريا. بس منك رح تسمي لنا أسامي؟ تحت الهوا بنسمي أسامي، ما إلي حق. هون بصير أحاسب، بينما إذا بتسأليني حضرتك عن أسامي أنا ما ألخصني، أنا عم بحكي. طيب رح اسالك عن اسامي اذا هيك، بس خليني اخذ الاتصال. الو بونجور. بونجور يا هلا. بدي احكي استاذ مايك. اكيد. مين معنا؟ ريتا. ريتا تفضلي يا ريتا. بونجور استاذ مايك. صباح الخير، بس تعلي لي صوتك شوي. انا اللي بتمناه من كل قلبي ما حدا ينصاب بهالمرض، وانت بعتقد عم تفهم علي ليش عم اقول هيك. نعم. يعني عدونا ما بنتمنى له هيدا المرض. صحيح. نعم. استاذ مايك، بدي اسالك عن وضع جوزي، واذا انت بتحب تقول لي شيء غير ما بعرف. قديش فيك تضلك حنونه وقلبك طيب وهيك على الهامش عايشه؟ ما ضل هيك. لا ما تضلك هيك، شوي قسي قلبك تتقدري تخلصي حقوقك وحقوق العائله. ما فيك تضلك على هالبساطه هيدي اللي العالم مش اخدينا طيبه قلب، اخدينا بمعنى تاني ما بقدر اقوله. انتبهي كتير منيح، المرحلة اللي مرقى فيها هلأ من هلأ لنهاية تشرين الأول مرحلة صعبة فيها معاكسات على صعيد عائلي وعلى صعيد محيط. ما تفوتي بأي جدل مع المقربين من العائلة، حقوقك والاعتذار بيوصلك مفروض بتشرين الثاني، وحياتك بتكون سعيدة، ولكن احد افراد العائله بيمرق بمرحله صحيه صعبه بيرجع بتخطاها. شو
شكرا لاتصالك 01491702، هيدا هو رقمنا اصدقائنا المشاهدين، عم نتلقى من خلاله كل اتصالاتكم لتحكوا مباشره مع مايك فغالي. مايك يعني الله يجيب الصحه للجميع، وفعلا الصحه تاج على رؤوس الاصحاء، ما بحس بمعناها الا اللي بيفقدها. فنحن اذا كنا عم ناخذ معلومات عن الصحه مش من باب انه والله عملنا سكوب، بس كمان لنطمن بناحيه من النواحي. يعني كمان بالفتره اللي سبقت كثير انحكى عن الفنانه يلي بنتمنى لها الشفاء العاجل ميريام فارس، وقالوا انه عم بتمر بمرحله يعني حرجه بعض الشيء، ما بعرف الى اي حد هيدا الموضوع صحيح. المرحله منا حرجه، مرقت بمرحله صعبه على صعيد صوت وعلى صعيد عظم، ولكن اظن انه تخطت المرحله ولا تعاد لها. الحمد لله ما بتنعاد للقصه، ان شاء الله يا رب، ان شاء الله الكل هيك ما بيشوفوا الا الصحه. يعني الامور تتعلق باوتار صوتيه عندها وشيء بالعظم، ممكن يكون تكلس، ممكن يكون غضروف، ممكن يكون، ولكن ما بشكل خطر لا على حركتها ولا هي. مفروض يكون الاطباء عطينا هيدا الشيء، قايلين لهيدا الشيء. ان شاء الله خير. يلا اتصال جديد. الو، صباح الخير. صباح النور، كيف حالكم؟ طيبين الحمد لله. مين معنا؟ معك بشير من جدة. اهلا بشير، تفضل مايك معك. صباح الخير مايك. صباح النور، كيف حالك؟ طيب نشكر الرب. عندي ورم يا اخي جنب السره. ما فهمت. عروق. الو ناتا، ما فهمنا عليه، فيك ترجع تتصل فينا مره ثانيه؟ عم بيحكينا الصديق المتصل من جده، نحن متابعين معكم بتلقى كل الاتصالات طبعا على جده. بال 2020 تعتبر من اهم المناطق السياحيه على البحر. 2020 جده بالتحديد ان شاء الله، يعني حتكون غير انه فيست السعوديه صعبه تاخديها وفي التزام معين للي بده يروح. جده رح تكون منطقه سياحيه بامتياز. نعم. على صعيد منتجعات وبحر. اتصال جديد. الو. الو، بونجور. بونجورين، يا هلا، مين معنا؟ علي. علي كيفك يا علي؟ الحمد لله. تفضل مايك معك. في طبعا صحتي أكيد. حالة المادية ماني معروف. صباح الخير. صباح النور. ماديا حضرتك بانتظار الشوق، يا موعود يا انه حاسس حالك انه في عندك فرجة كثير قريبة. الفرج يكون ضمن نهاية هذا الشهر، مطلع الشهر القادم، من ثم يا بأواخر هذا العام أو مطلع العام في عندك نقلة من ميل لميل ضمن سفر. أمورك بتكون كثير جيدة. من الناحية الصحية ما في خطر، ولكن أتمنى عليك تستشير خبير أو خبير التغذية. هيدا الموضوع اللي عم بيأثر عليك. في نوع من المأكولات ممكن يعمل لك نوع من البانيك أتاك أو إحباط. هون أتمنى عليك إنه تشوف معالج غذائي. ما في عندك أي نوع من الخطر ولا أي نوع من المرض، ولكن التعامل اللي عم تاكله هو اللي عم بيسبب لك الأمور هاي كلها. شكرا علي لاتصالك، واهلا وسهلا بالجميع. مايك، دائما التوقعات بنتمنى انها تكون حميده. نعم. وايجابيه. اوقات في توقعات ايجابيه، اوقات في توقعات مش كثير ايجابيه. اذا بدي احكي عن هلا الوضع اللبناني اللي نحن فيه، تشكيل حكومه وعدم تشكيل حكومه، رح احكي فيها في تشكيل وبتهمني حكومة. ولكن خليني اخذ هالاتصال. يلا الو. صباح الخير. صباح النور. فادي مهنا. اهلا فادي، كيفك؟ يعطيكم العافية. شكرا. نهاركم مبارك. نهارك سعيد، أهلا وسهلا، تفضل مايك معك. خيي مايك، صباح الخير. صباح النور. فادي معك، بدو يسألك كم سؤال. أول شيء وضع الصحي الشخصي إلى أين؟ ثاني شيء وضع المادي والمعنوي والمشاريع الجديدة اللي عم بدرسها، تفوت فيها ولا تضلني على جنب؟ ثالث شيء لحظة بس ما خليك معي لحظة، خليك معي لحظة. وضعك الصحي منه قلق، ولكن وضعك المعنوي والنفسي عم بيأثر عليك ماديا وصحيا. يعني هون بده يكون في معالج نفسي عم بيوصف نوع من الأدوية. ما بعرف إذا حضرتك عم تروح عند معالج نفسي. الموضوع النفسي والإحباط اللي مرقت فيه في مرحلة كتير طويلة أثر عليك نفسيا. هيدا الشيء عم بيعمل لك هاي العوارض كلها. وإذا عم تاخد أدوية
بناء لاستشارة طبيب مش أشخاص، ما تجرب توقفها، تابع فيها والتحسن بكون قريب. شكرا. أهلا وسهلا فيك، إن شاء الله كل شيء يتم على خير وعلى سلامة. مايك، التشكيلات يلي ممكن تصير التأخير بهذا الملف، خوف اللبنانيين من عدم تشكيل يعني حكومة، لهم بالعادة بيقعدوا سنة وبيقعدوا 11 شهر وبيقعدوا. لا هيك تعودنا بس مش ضروري هذا الصح. هلا مش ضروري ولكن قريبا في حكومة. قريبا قد ايه عم نحكي يعني؟ أشهر، أسابيع، سنة، سنتين قريبا؟ لا فينا نعتبرها أسابيع. أسابيع؟ أي. ولكن ما رح يكون عمرها طويل هذه الحكومة لا 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 لخلل ما، ما رح يكون عمرها طويل. وبيرجع كمان بدنا نرجع نفوت بدوامة الحكومة ولا ستشكل الحكومة؟ لا تتغير المعادلات كلها سوا، كل المعادلات تتغير. يلا بدنا نعرف. ولن يستأثر رئيس طائفة بطائفته، هيدا يكون معلوم للكل. هلا بدنا نشوف معك اي معادلات رح تتغير يا مايك، ولكن من بعد ما ناخذ الاتصال. الو الو، صباح الخير. صباح النور، يا هلا. يسعد صباحك يا رب. اهلا وسهلا، مين معنا؟ بليز. مين؟ ما اقول اسمي بليز، بدي احكي الدكتور مايك. يلا تفضل، مايك معك، تكرم عينك، تفضل. يسعدك يا رب. الو، صباح الخير. صباح النور. يسعد صباحك يا رب دكتور مايك. يا اهلا حبيبي. بليز سؤالين اذا بتريد. اول سؤال عن السفر والعمل، انحكى معي من كم يوم بسفرة ع دولة إفريقية، هل يا ترى بتزبط معي؟ بتزبط معك وبتنقل من مكان لمكان، ونيجيريا بكون إلى طريق طويل معك بالحياة. والشيء الثاني من السؤال هو عن أختي، هل يا ترى بتشفى من مرضها؟ أتمنى إذا فيك تبعث لي صورتها بالإيميل، أو إذا فيني أسمع صوتها تقدر جاوبك تكون كتير واضح معك. شكرا لاتصالك، اهلا وسهلا فيك. طبعا احنا بعدنا متابعين بتلقات صليتكم من لبنان ومن كافه انحاء العالم على الرقم يلي عم بتشوفوه قدامكم على الشاشه، ومايك جاهز معنا باستديوهات يوم جديد للاجابه عن كل تساؤلاتكم. قلت رح تتغير المعادلات، قلت رح يكون في انتخاب حكومي جديده، ولكن منا رح تعمر طويلا، والمعادلات تقلب رأسا. ايه مثلا ما بيقدر بقى شخص واحد هو يحدد انه يحط وزراء الدروس كلها، شخص يحط وزراء المسيحية كلها، شخص يحط الوزراء السنة. خلص مرحلة صغيرة ومنظهر من قصة الطائفية، يا نواب للبنان يا يعني نروح العبوا قدام بيوتكم كلكم سوا. يعني الشخص الدرزي اوكي طلع لك ثلاث وزراء بتحطهم مسيحي درزي سني شيعي، تصير في لخبطة بشكل انه مش شخص زعيم طائفة معينة ساعة اللي بده يوقف الحكومة ساعة اللي بده يحط الحكومة. هيدي الدراسة، يعني لا استئثار بالسلطة. هيدي الدراسة اللي رح تصير في المستقبل القريب ورح يعلنوها ورح تكون الكل موافق عليها. نعم. اتصال جديد. الو الو، بونجور. بونجورين، ممكن احكي مسيو معك؟ اكيد، مين معنا؟ معك منيرة. منيرة تفضلي يا منيرة. ميرسي. بونجور مسيو معك. صباح الخير. صباح النور. حابة أعرف إذا عندي نقلة بيت وعن حياتي المستقبلية إذا بتريد. شو بتقصدي فيها حياتك المستقبلية؟ يعني إذا في شيء بحياتي العاطفية. نقلة البيت موجودة بعكس الأمور العاطفية والارتباط على المدى المنظور، بس نقلة البيت بتتم على خير وبكون نقلة ميمونة، ولكن الحياة العاطفية جامدة مثل هلا. بك اعطينا فسحة أمل يا مايك عن الحياة العاطفية. لا، على المدى المنظور يعني من هون لست أشهر، ثمان أشهر نهائيا ما في شيء، ما تنتظر شيء. طبعا في الحدث الأخير يلي اقترحت له فيه هي باخرة الكهرباء يلي رح تبلش تغذي كسروين وربما قسم من المتن. بلشت نهار الخميس يلي هو مبارح. كيف شايف وضع الكهرباء بالبلد؟ وضع الكهرباء وهل عفوا وهل هالامر حكرا على هيدي المنطقه بالتحديد هلا بالمدى المنظور؟ لا 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 ابدا، منه حكرا، ولكن في خصخصه لقطاع الكهرباء. هيدا الشيء بدر مال على الدوله وبجيب الكهرباء 24 24. وهيدا الشيء بالاجتماعات القليله اللي بدها تعقدها مجلس الوزراء رح يكون متاخذ القرار فيه ان شاء الله. وفي مفروض شركه ثالثه وشركه رابعه
على صعيد الاتصالات تيصير في منافسة شريفة. هيدا الشيء المفروض تصوري للموضوع بكون بنصف الثاني من 2019 بلش ينطرح. بي؟ النصف الثاني بال 2019 ببلش ينطرح بيبصر النور بال 2020. اه يعني من هلا لل 2020 لنقول سنة ونص بكون في شركات تانية وبصير في مضاربات وبتبطلي بكون تليفونك في معك 200 دولار تشريش بقلبه بيقولوا لك خلصت صلاحيته. خايف على التطمينات خاصة هلا طمنت كثير عن التليفون لأنه بتضل الصرخة. في كثير تغييرات في كثير تغييرات وفي تغيير كامل على صعيد مدراء عامين وبدنا نقشع مدراء عامين في السجون ونواب سابقين ووزراء سابقين في السجون ورفع حصانة عن أحد الشخصيات الفاعلة. اف 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 هيدا كله من هلا هون عم نحكي من هلا لرأس السنة نحن مش عم نبعد. طيب رح ناخذ الاتصال أحلى ما كثير النطرو مايك. ألو صباح الخير. ألو ألو صباح الخير. صباح النور يا هلا مين معنا؟ ممكن بدون اسم؟ ممكن نكلم استاذ مايك؟ أكيد مسيو مايك معك تفضل. صباح الخير استاذ مايك. صباح النور. أريد أسأل عن وضعي المالي والاقتصادي ومتى راح يكون الوضع المالي ممتاز؟ والشيء الثاني متى راح بس متى راح تكون؟ الوضع المالي يكون ممتاز عندي. نعم. والشيء الثاني في شيء اجتماعي ينتظر، هل في خبر مفرح خلال هذه الأشهر؟ وبالنسبة للسفر هل راح يتوفر عندي سفر خلال الأشهر القادمة أو لا؟ نعم. أول شيء في أمور معركشة كثير على صعيد سفر وأوراق بتتم كلها سوا معك بغضون شهرين بتكون انتهت الأمور وصير في عندك أوراق أظن معينة لحتى تقدر تسافر وتجي. عندك مشروع خارج المكان اللي حضرتك قاطن فيه بتتم مع خير وسلامة. ماديا الأمور تتحسن ولكن مش بالطموح اللي حضرتك شايفه أنه على المدى السريع، لا موضوع بده بين 12 ل 16 شهر تتبلش تحس بالنتائج اللي عم تمرق فيه هلا. شكرا لاتصالك، اهلا وسهلا فيك. يعني يلي بيسمعك يا مايك بقول تمام قادمين على تغييرات مفصليه بحياتنا، على حلول يمكن لطالما حلمنا فيها وضلينا مكانها كراوح. عم تحكينا بخصخصه، حلو الانسان يحلم كثيرة. ويركض ورا حلمه، مش يحلم ويجي يخبره. بركض وراه. نعم. لأن هذا حلم اليقظه ما هو حلم النوم. تيتفسر حلم اليقظة بدنا نركض وراه. يعني على أمل كل أحلامنا تتحقق أو كل توقعاتك الحلوة تتحقق يا مايك، أنا بدي أشكر وجودك معنا. كل شيء حلو إن شاء الله، حتى المش منيح بنتعلم منه درس لنصير في عنا شيء منيح إن شاء الله بإذن الله. بدي أشكرك، أهلا وسهلا فيك. شكرا لوجودك معنا أصدقائنا. نحن بنروح لبريك صغير وبنرجع.